معنا مباشرة على عين المكان مراسلنا هناك خالد الهرقم. خالد صباح النور. صباح النور إيمان، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعي راديو ماد. بالطبيعة عاشت قليبيا والهوارية شمال الولاية عموما عاشت أمس معناها ظاهرة اللي هي معناها نزول أمطار غزيرة كانت مصحوبة بسواعق. احنا عشنا الفترة اللي فاتت كانت أسبوعا تقريبا رياح جنوبية كانت سخونة مع رياح قوية، فجأة معناها من ضغط عالي لضغط جوي معناها منخفض كونت معناها كتلة من السحب شديدة الفعالية على خاصة على مستوى الشمال. الأمطار هي في الكابون كل، لكن شمال صفة خاصة من الفجر، من فجر يوم أمس نزلت كمية أولى من الأمطار، ثم تقريبا مع الظهر مع منتصف النهار مع 11 حتى الماضي ساعة تلتها كميات أخرى هامة من الأمطار. بالنسبة لقليبيا نزلت 64-65 مليمتر. كانت هناك الأمطار الغزيرة هذه تسبب في تجمعات مياه على مستوى كل شوارع الهوارية، ثم شوارع قليبيا. الحماية المدنية دخلت معناها في تقريبا 10 حالات شفط مياه، فما إزاحة زوز سيارات معناها في تجمعات مياه كانت فيهم زوز عائلات، تموا معناها إجلاء معناها العائلات هذوما وخرج السيارات. ثم بنية معناها في واد الحجر معناها جرفتها المياه وعلقت بالوحل جاب ربي، معناها الحماية المدنية كانت حاضرة بسرعة باش انتشلت البنية ذي عمرها 11 سنة. صاعقة كما قلنا الظاهرة اللي شهدتها هي الصواعق القوية على مستوى المنطقة. صاعقة نزلت في واد الخط تقريبا 6 كيلومتر على قليبيا على كوم عتبن وقرد، وتسبب في حريق هائل معناها أتلف 1500 وحدة بالة متاع قرد. بالنسبة للهوارية الأمطار وصلت 77 مليمتر في الفجر، نزلت 20 مليمتر، وبعد عند الظهر تقريبا 50 مليمتر. الأربع صواعق نزلت في الهوارية. الصاعقة الأولى هبطت على قطيع متاع معز 13 راس انفق، صاعقة ثانية قتلت زوز روس معز، صاعقة ثالثة نزلت على كونتير متاع ضو وحرقت معناها الفريجيدير والتلفزة متاع راجل ومرته معناها كبار في السن لباس الحمد لله. ثم صاعقة رابعة نزلت على مستوى الشاطئ القبلي في الهوارية وكسرت طيحة حيط في المنطقة هذيك. بالطبع الوضع كان صعيب، لجنة مجابهة الكوارث اللجنة المحلية وتنظيم النجدة كانت تابعة في الوضع واتخذت قرار سيد معتمد الهوارية مع اللجنة تاخذوا قرار انه معلقوا الدروس العشية يعني دونك الامطار توا في هذه الاثناء قاعدة تصب، ما زلت تهاطل الامطار؟ الامطار الان الوضع انفرج معناها انفرجت الاوضاع لباس، معناها كانت امطار امس غزيرة اليوم شميسة ومنسوب بالمياه، فما ديار تخللها الماء، فما مدارس تضرت كما قلت لك في قليبيا ثم عدد من الديار وتخللهم الماء، ثم الرجارات فاضوا على بعض الديار زاد التطهير. دخل الحماية المدنية دخل في الهواري أقل في منطقة غرمان، كانت زاد منطقة دي معروفة ديما الماء يهبط عليها من الجبل، كانت ثم متابعة معناها تقريبا الحماية المدنية والتجهيز والبلدية كانوا على عين المكان ودخلوا باش الدار دي ما يغمرها، لأنها صارت تقريبا كل عام تصير في منطقة غرمان والمساكن تغمرها المياه في المنطقة هي السكنية المحاذية للجبل في الهوارية. عموما الآن الوضع من انفرج، الأمور عادت إلى نصابها والحمد لله، معناها الأمطار هذه بالطبيعة عندها فايدة كبيرة على الفلاحة في المنطقة نتاعنا رغم الأضرار اللي صارت. نعم، شكرا لك خالد الهرقم مراسلنا، كنت موجود معنا مباشرة من الهوارية. معناها توخي والحذر، واحدة واحدة سيسر ويحكم في الطريق، لأنه مازال المعهد الوطني للرصد الجوي أكدوا أن بلادنا مازالت معنية بهذه التقلبات. من الأمطار إلى الحليب، وانحذرت النقابة التونسية للفلاحين في بيان